إذن الرجال ليسوا بمنيعين عن الاضطرابات النفسية، لكن بحسب الأرقام نسبة إقبال الرجال على الرعاية النفسية أقل بكثير من النساء. لماذا هذا الشيء؟ لأن المجتمعات العربية تحديداً وبعض المجتمعات الأخرى أيضاً تشوف في وصمة سلبية اجتماعية حول هذا الموضوع. طبعاً هذه الوصمة مرتبطة بالرجال دائماً الذين يطلبون المساعدة وتنظر لهم على أنها يعني نقطة ضعف. طبعاً لأنهم يطلبون المساعدة من المختصين لاضطراباتهم النفسية ويرجع ذلك لمفاهيم الذكورية، القوة التي تفرض أن يكون الرجل دائماً في موقع قوة دون الاعتراف بأي ضعف أو حاجة للمساعدة عشان نتكلم اكثر عن هذا الموضوع ينضم يعني لنا هنا في الاستوديو ضيفنا استشاري الطب النفسي الدكتور عامر سعد الديني اهلا وسهلا فيك معنا هيك في ام بي سي دكتور عامر اذا يعني تعقيبا على هذه المعلومات والارقام اللي ذكرناها هل فعلا تشوف ان الرجال هم اقل يعني زيارة للأطباء النفسيين وأيضا أقل اعترافا بالمشاكل والاضطرابات النفسية اللي تواجههم مقارنة بالنساء بالنساء نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن بدنا ناخذ ستاتستيكلي بالاحصائيات الاعداد النساء بتجي بتراجع العياده النفسيه يقينا هي اكبر من اعداد الرجال وطبعا هذا هل هم بيصابوا اقل؟ نعم في بعض الاحصائيات الاكتئاب القلق أكيد المرأة تصاب تقريبا ضعف الرجل ولحد الآن لم يوجد تفسير بعض التفسيرات أنه مثل ما تفضلتوا أنه من ناحية المجتمع الذكر ينظر إليه من منذ الأزل أنه هو له مركز قوة ولازم يكون قوي ولا ولا يسمح له بأن يكون ضعيف لأنه نهار العائلة وكمان نحن من الجهة الأخرى بنشوف غير النظرة الاجتماعية اللي هي تتقبل المرأة ضعيفة عاطفية كمان هناك نحن الهرمونات يعني نحن نعرف بعض الاضطرابات النفسية تحصل لدى المرأة فقط اللي هي الها علاقه بالامور الهرمونيه لكن نجي على لما نجي على الرجل الرجل يعني بنعطي بس احصاء بسيط كل امراه تقضي بالانتحار هنالك اربع رجال فهذا بيعكس على... بيعكس ان انه مدى عمق وقوه الاضطراب النفسي لدى الرجل في عندنا الرجال حوالي 5% بيكون عندهم اكتئاب المراه تصل الى 9 الى 10% في استبيان قاموا في فيه وجدوا أنه 45 من الرجال ألف رجل في أمريكا قال أنه نحن لما نروح لطباء نفسيين نحاول أنه لا نظهر كل الأعراض النفسية اللي نعاني منها شو السبب؟ مثل ما تفضلت أنه لا نظهر الضعف وأربعين بالمئة من هذا الاستبيان قالوا نحن نؤخر الذهاب إلى الطبيب النفسي اعتقادا منا أنه ممكن نلاقي الحل طبعا الحل للأسف عند البعض يؤدي إلى مشاكل أخرى لأنه كثير من الناس اللي عندهم اكتئاب بصيروا عدوانيين بيلجأوا إلى العلاج الذاتي بالخمر والمواد المخدرة الآن اللي ابتدت صار يسمحوا فيها أكثر وأكثر من الماريجوانا وغيرها لكن هي وجد أنه لا تؤدي إلى الاكتئاب أكثر إلى ال... السلوكيات الخطرة ريسك بيهيفير بيطلع بسوق السيارة بشكل كبير ينتقل مشاكل لما بيكون في حوالي ناس مثلا يظهر عدوانية فهون الحياة الرجل قد يظهر الأعراض النفسية بشكل آخر بل وجد أن الرجل أحيانا بتجيله له أعراض جسدية من اضطرابات الجهاز الهضمي الام بالجسم، عالجنا نحن حقيقة بعض الرجال يعني اللي يعني رجل في العيادة عندي كاد يصل إلى أن يعملوا له عملية في ركبته، ثلاث سنين وهو يراجع من طبيب إلى طبيب، أشعات ام أي، كل شيء ما في شيء، لكن وهو في عنده ألم ونحن طبعاً لا ننكر أنه هو يعاني من الألم، لكن لما حول الطبيب النفسي وصار يشوف الأخصائي النفسي مع الطبيب وجد انه عنده قلق شديد مع اكتئاب عولج بواسطه الجلسات النفسيه والعلاج، يعني زارني قبل ايام فنحن تذكرنا أنه الان في وقت الخروج من العلاج نهائيا، فتذكرنا انه انت سبحان الله كنت على وشك القيام بالعمليه الجراحيه لركبتك لكن انتهى المطاف لكن الان الحمد لله ركبتك سليمه وتمارس الرياضه كذلك اخذت حياتك. انا, أنا بودي نسالك دكتور عن ابرز الاضطرابات التي يعاني منها الرجال أكثر من النساء بماذا يصابون الرجال؟ هو يمكن علة الرجل المرأة هي المصيبه أه؟ هي المصيبه <applause> وعاطفة المراه هي الداء والدواء طبعا مشكلتكم وإحنا الحل في, الحل في الحل. <applause> لا. لكن لا. الرجال يعني قد يكون عندك الـ الادمان اكثر من الـ من النساء الان تشخيص الاوتيزم التوحد يكون عاده بالاولاد اكثر من الاضعاف البنات فرط الحركة الانتباه من الصغر إلى الكبر يظهر بالرجال أكثر من ال... بالذكور أكثر من الإناث لكن برضو نحن من نقول أنه دائما في بعض الأسباب يعني مثلا التوحد هو واضح جدا أنه عند الأولاد أكثر من النساء المشروبات الكحولية والأدمان كمان قد يكون هو اضطراب هذا؟ اضطراب طبعا إدمان الادمان اللي هو بيبتدي بالشرب وهو انت بتشوف دائما كثير انه في التخرج البروم مش عارف ايش بيمسكوا المشروبات وبيشربوها يعتبر كنوع من انواع اظهار الذكوره والقوه لكن هو بالاخير يؤدي غير نوع من أنواع الإدمان فرط الحركة الشتوية اللي بيهدد الاولاد أكثر لكن كثير من الإناث كمان بيعانوا منه لكن قد لا يظهر لأنه بيظهر بأعراض أخرى هي عدم التركيز لكن الولد في عنده فرط الحركة الاندفاعية فبيوقع بمشاكل أكثر طيب. أو هي دكتور تكلم... هو هي الاكثر الحقيقه اكثر البايبولار هو الاثنين لكن الرجل قد يكون اكثر عنفا في التفاصيل والاعراض اللي بتظهر عنه. اوكي لو تكلمنا دكتور عن البصمه الاجتماعيه اللي اللي احيانا بيعانوا منها الرجال بحيث انه يعتبر الرجل هو رب الاسره هو المفروض يعني عائلته تاخذ القوه منه نعم آه وفعشان كذا ممكن بعض الرجال يكون عندهم التردد في انهم حتى يظهروا هذا الضعف او حتى المشاعرهم السلبيه لاقرب الناس لهم، لزوجته حتى، لبناته أولاده ما يبغى يبين لهم انه انا بعاني من من مرحله فيها ضعف وفيها كثير من الضغط، اليوم وفي ختام هذا الحوار دكتور ودنا انك توجه رساله للرجال اللي قاعدين يتفرجون علينا ويسمعونا. اعطيهم رساله بخصوص هذا الموضوع في هذا الشهر تحديدا لانه يعني قد ايش صحتهم النفسيه مهمه وقد ايش طبيعي ان الواحد منهم يتعرض لهذا النوع من الضغط انا راح اعطيهم بس كلمه بسيطه انه صحتك النفسيه ممكن تدمر العائله اللي انت خايف عليها وعم تحاول تعميها باخفائك المرض النفسي كيف صير عصبي مع الاولاد ابعد عنهم طبعا انا ما راح اقول للاب يقعد يبكي قدام ابنه او يظهر مع شعره لكن مع زوجته مع اخوه مع اقرب الناس له يلجا الى اخصائي نحن نقول الناس انه اذا انت عندك شيء متغير حاليا في حياتك في نومك في اكلك الملل عدم قدرتك على الانتاج انت انسان بتنتج بتجي كل يوم ابتديت تتكاسل ولا تستمتع بحياتك اذهب هي ممكن يكون بعض التغييرات ممكن التحديات اليوميه في الحياه تكون مثل بيرن اوت اللي هي حاله الانطفاء اللي هي ما تسبق الاكتئاب فانا بالنسبه لي يتكلم مع اقرب الناس له ليس الكلام حرام ولا عيب ولا ت قليل. بإنما الشجاعة إنه أنا أقول ما عندي وما أشعر به إلى أقرب الناس إلي وأسأل. وأطلب المساعدة وقد تكون المساعدة عبارة عن نصائح ومساعدة بسيطة وتغيير نمط روتين حياة ممكن ينقذه لكن لو لم يعالج مثل ما حكينا أنه ممكن يوصل لعمليات بالحالة الفيزيائية ممكن الإدمان ممكن إلى سلوكيات خطرة تؤدي بحياته أو تؤدي إلى مشاكل أخرى خسران شغل عدم توفيق بالدراسة أشياء كثيرة حقيقة ممكن يخسرها إذا لم يعالج استشاري الطب النفسي الدكتور عامد سعد الدين شكرا جزيلا لك على كل هالقراءات والمعلومات والرسائل نورتنا دكتور, دكتور يا شكرا لك. شكرا لك